بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم على الديرماتومز والمايتومز بتاعت اللور. بنرجع مرة تانية، بنذكر مع بعضينا ونفتكر يا شاهد ايه يعني كلمة ديرماتوم ومايتوم. توم يعني cut، ديرما يعني سكان، يبقى area of skin supplied by single nerve أو single spinal segments. سيجمنت يعني قطعة من الأسبان الكوريا، أسميها الديرماتوم. ماسل أو مجموعة من الماسل سبلاي بسنجل نيرف أو سنجل سباينال سيجمنت أسميها مايتوم. يبقى حتة من الجلد سبلاي بنيرف محدد اسمها الديرماتوم. ماسل أو مجموعة من الماسل سبلاي بنيرف واحد أسميها مايتوم. زي ما احنا قلنا قبل كده، في عندنا موضوع اسمه أكسيال لاين. أكسيال لاين يعني خط موجود ولاقي فيه على جانبي هذا الخط تو ديرماتومز، بس مش ادجيسنت. يعني انا عندي ال1 جنبها ال2، الفاصل ما بينهم ما يسموش اكسيال لاين. لكن فور اكزامبل الخط ده الاقي ال3 اس2، يبقى انا عندي هنا مش تو ادجيسنت ديرماتومز جنب بعضهم، يبقى الخط ده اسمه اكسيال لاين. يبقى ما هو الاكسيال لاين؟ لاين موجود between two dermatomes، بس الديرماتوم مش continuous، two discontinuous dermatome. ايه اهميه دايما ان انا بدور على الاكسيال لاين؟ ما بيحصلش overlapping over axial line. يعني انا لو جينا عند الخط ده مثلا، موجود لو انا باجي بفحص هنا الواحد، بس ممكن في حته الاثنين، هنا الاثنين بس في حته الواحد. لكن لما اقول axial line، لان القطع بعيده عن بعضيها فما بيحصلش overlapping. يعني هنا L3 yes، here L3، هنا S2 yes S2. ففي الكلينيكال دايما بيدوروا على الأكسيال لاين اللي موجود في الأبر واللور، عشان يقولوا الأكسيال لاين ده أنا أقدر أفحص على جانبيه بسهولة، لأن اللور لمب مر بمراحل. فرض أنا عندي أكسيال لاين موجود، ده اسمه أنتير أكسيال لاين، ولاين مرور اسمه مستير أكسيال لاين، بس علشان اللور حصل فيه نوع من أنواع الروتيشن الموجودة، فالانتيرير والبوستير اكسيال لاين لقيتهم كلاهما موجود في الباك. الانتيرير اكسيال لاين بيبتدي من قدام من الحته بتاعت السكروت او الليب يعني، ويلف يبقى موجود ورا، يلف يبقى موجود ورا، يمشي في الباك اوف ذا ثاي ويمشي في الباك اوف ذا ليج في الميد لاين. البوستير اكسيال لاين جاي من الانتر فيرتيبرال ديسك اللي هو السبيس بتوين ال4 وال5، ويعدي على الباك بتاع اللي هو الثاي، ويعدي على الحته بتاعت الهيد اوف ذا فيبيولا، وبعدين يكمل تقريبا لغايه الميدل بتاع الباك اوف ذا ليج، ما بيوصلش لغايه النهايه، ما بيوصلش الكعب زي الانتيرير لاين. والانتيرير لاين بيبتدي من قدام الحته بتاعت البرنيه، الحته بتاعت البرنيه معنى سكروتم او ليبيا، سكروتم في الميل ليبيا في الفيميل، ويلف من ورا يمشي في الباك اوف ذا ثاي والباك اوف ذا ليج، ويوصل لغايه الهيل لغايه الكعب، وتقريبا موجود في الميد لاين. البوستيريور اكسيال لاين بيجي من ال4 ال4 ال5، ويمشي مع الكونفكستي اللي موجود بتاعت الجلوتيا ريجن، ويعدي على الهيد اوف فيبيولا، ويعدي على الباك اوف ليج لغايه المنتصف تقريبا ويقف. ده الديسكربشن بتاع الانتيريور بوستيريور اكسيال لاين. اللقطه دي لقطه الامبريولوجي، بتوري لي تكون الابر واللور، وايه السيجمنتس اللي بتدخل في تكوين الابر واللور لام، السيجمنتس والديرماتوم ازاي تتكون في الابر واللور لام. فلو انا كنت جاي بوصف اللور اقول ان هو سبع قطع، ال5 موجوده عند البريفري، ال5 موجوده عند البريفري، قبليها في البري اكسيال بوردر، بري اكسيال بوردر اللي فوق ده، الفوق ده يسموه بري اكسيال، واللي تحت دي اسمها بوست اكسيال. فال5 بتبقى موجوده عند السنتر، عند البريفري، قبلها ثلاث قطع وبعديها ثلاث قطع، قبلها ثلاث قطع الاثنين ثلاثه اربعه، بعديها ثلاث قطع اس 1 و2 و3. يبقى عندنا ال5 موجوده عند البريفري، قبلها ثلاث قطع الاثنين ثلاثه اربعه، بعديها ثلاث قطع اس 1 اس 2 اس 3. يبقى عندنا 7 سيجمنتس. ال5 موجوده عند البريفري along البري اكسيال لاين، ال2 ال3 ال4،
along the post axial line S1, S2, S3. يبقى عندنا 7 segments موجودين عندنا. نحاول نعمل لنفسنا كده ديماركيشن. ادي بدايه الانتشير اكزيال لاين اهو ادي الانتشير اكزيال لاين زي ما احنا شرحناها شهر. وادي بدايه البوستير اكزيال لاين وكمل وما وصلش لغايه الباك اوف ذا هيل لغايه منتصف الليج ويف. نحاول نحفظ كده لنفسنا ديماركيشن يعني نحاول نحفظها. اخد الانتيريور بوردر بتاع الشفت اوف ذا تيبيا. الانتيريور بوردر اوف ذا شفت اوف ذا تيبيا ده سهل جدا الواحد يحسه على رجله. يعني الواحد لو جاي يحس على رجله هنا يبقى تلاقي اهو نفتح الكاميرا عشان نشوفه. اهو ده شارب جدا والتيبيا محسوسه ميديال. الحته دي يبقى L4 الحته اللي جنبيها L5. الانتير بوردر ده بيعمل ديماركيشن بين L4 وL5. يبقى بين L4 وL5 الديماركيشن بتاعي بيبقى موجود اهو. يبقى انا عندي ادي الانتيريور بوردر بتاع شفت اوف ذا تيبيا. اوفر تيبيا L4 وL5 موجوده على اللاترال اسبكت. L5 دي بتروح مكمله في الدورسال اوف ذا فوت انكلودينج البيكتور. يبقى L4 موجوده ميديان اوفر تيبيا. L5 موجوده اوفر الفيبيولا وبتوصل لغايه الدورسال اوف ذا فوت وبتوصل لغايه البيكتور. يبقى L4 وصلت للميديال اسبكت بتاعت اللي هو الفوت بس ما وصلتش للبيكتور. ولو ان بعض الكتب تكتب انك توصل. L5 تمسك الفيبيولا وتاخد الدورسم انكلودنج البيكتور. S1 تاخد بقيه الدورسم والحته بتاعت الليتل تو. احنا دايما بنمشي على L5 S1. يبقى L5 S1 واخد الدورسم واحنا بنمشي دايما على L5 S1. الستور دي تاخد حته بين الانتيريور والبوستير اكزيال لاين. نارو ستريب موجود في الميد لاين اوفر الكالف اوفر الهامسترنج يعني الحته دي كلها الستور. احنا بنقعد على S3 الحته بتاعت اللي هو البرينيوم اللي S4 S5 كوكسيجيه. يبقى مره ثانيه ده شويه لاند مارك لسه هنشرح بقى الموضوع بتفصيل شويه. وبعدين هناخد التكه بقى اللي بيجي في الامتحان ازاي ان احنا نجاوب الحته بتاعت الامتحان بس نفهم البيزنس بس الشهاده بتاعت الموضوع. يبقى L4 over التيبيا L5 over الفيبيولا والدورسم of the foot including the big toe. S1 over lateral aspect of the sole أو S1 over lateral aspect بتاعة الدورسم. L5 S1 احنا بنمشي على L5 S1. S2 دي نارو ستريب بين الانتيريور والبوستيريور اكزيال لاين ياخد الباك اوف ليج والباك اوف ذا ثاي. S3 احنا بنقعد على S3. يبقى S2 بتاخد الحته دي ونقعد على S3. لو احنا جايين بناخد الكلام بالتفصيل شويه، الكلام اللي هو بالتفصيل ده هناخده بس علشان نفهم. لكن احنا مش هنذاكرها بالطريقه دي، احنا هناخد بقى المختصر المفيد بعد كده والتكه بتاعت الامتحان، ازاي بقى هيجاوبها في الامتحان. التكه الاخرانيه بتاعت الامتحان هي يا دوبك اخر 3 سلايدز هتتجمع لي الموضوع ده. L1 بيبتدي فوق البيوبيك يعني سوبرا بيوبيك ريجن. وياخد الحته بتاعت الانجواينا ريجون وياخد يوصل لغايه الباك بتاع الباتوك. لو جاي ببص كده اهو الباك بتاع الباتوك L1. يبقى الحته بتاعت الانجواينا ريجون وحته السوبر بيبيك حته صغيره او موجوده في السكروتم وياخد الباك بتاع الباتوك اللي هو الجلوتير ريجون يبقى L1. L2 ياخد الانتيريور اسبكت بتاع الثاي وجزء منه بردك ياخد الباتوك اللي هو الجلوتير ريجن. يبقى L1 وL2 L1 خد الحته بتاع الجواينال وخد حته فوقيها. الجواينال المنطقه الفاصله بين اللور والترانك. L2 ياخد الفرونت اوف ذا ثاي وL1 وL2 يقلبوا لورا وياخدوا الحته بتاعت الجلوتير. L3 تاخد الانتيريور والميديال اسبكت بتاعت الثاي والني. الانتيريور والميديال اسبكت بتاعت الثاي الانتيريور ميديال اسبكت بتاعت الثاي والني. يبقى ده L3. لسه حالا احنا قايلين L4 الحته اوفر التيبيا انكلودنج الميديال ماليولاس اللي هو الكعب اللي موجود من الجدي. L5 تاخد الحته اوفر الفيبيولا تاخد الدورسم بتاعت الفوت وتاخد البيك تو. S1 تاخد الحته اللي فاضله في الدورسم اوف ذا فوت واللاترال ماليولاس. ومره ثانيه L5
و S1 ياخدوا اللي هو الفوت البلانتر اسبكت. احنا بنمشي على L5 S1، يعني L5 S1 تاخد الفوت من فوق وتاخد بردك من تحت. S2 تاخد الباك بتاعت الليج والباك بتاعت الثاي، و S2G تقعد توصل لفوق لغايه ما توصل يمكن لغايه البينس. S3 احنا بنقعد على الحته بتاعت الاس 3 وبتوصل طبعا للحته بردك بتاعت الاسكروت. طيب الكلام ده كتير قوي يا دكتور، مش هعرف احفظه. انا متوقع انك تقول لي كده طبعا، يعني انا احفظ الكلام ده؟ لا، امال نحفظ ايه؟ تعال بقى ناخد تك يعني حاجه مختصره، كلام بقى على طول بقى اب تو بوينت. لكن بردك التكه بتاع الحفظ مش دي. L1 اوفر انجواينال، L2 الفرونت اوف ذا ثاي، L3 اللي هو بقيه الثاي والني اللور ميديال اسبكت بتاعت الثاي والني، L4 اوفر تيبيا وميديال مالولاس، L5 اوفر فيبيولا واخد الدورسم اسبكت بتاع السكند والثيرد تو. طب ما خدتش البيك تو ليه؟ لان بعض الكتب مختلفه، ساعات بعض الكتب يضموا L4 مع البيك تو، ساعات الناس ما يضموش. S1 اخد بقيه اللي هو اللاترال مالولاس والليتل تو، يبقى L1 انجواينر، L2 فرونت اوف ذا ثاي، L3 بقيه الثاي والني، L4 احسن حاجه الميديال مالولاس بالنسبه لي، L5 اخد الدورسم اوف ذا فوت احسن حاجه السبعه الثاني والثالث السكند والثيرد توز، ما اخدش البيك تو علشان في كلام فاريبل شويه، لكن لو خدت اوكي. S1 اخد اللاترال مالولاس والليتل تو، S2 اخد بقيه اللي هي الباك بتاع الثاي والباك اوف ذا ليج، S3 المنطقه بتاع الجلوتيريوس. يبقى ده الكلام ده بقى مختصر خالص. L1 انجواينال، L2 فرونت اوف ذا ثاي، L3 اللور ميديال ثاي ني، L4 اوفر تيبيا وميديال مالولاس، L5 اوفر فيبيولا والدورسال اوف ذا فوت انكلودينج السكند والثيرد توز. S1 بقيه اللاترال مالولاس واللي هو الليتل تو. S2 اخد الباك بتاع الثاي اوف ذا ليج. S3 الجلوتيال. ده اسمها ديرماتوم. تاني حاجة المايوتوم. المايوتوم ابتدي بحفظ رقم، لو الرقم ده حفظته كويس هجيب كل حاجة صح، وهو معاه قاعدتين. ايه الرقم اللي انا عايز احفظه؟ الهيب جوينت اللي هو ده، احفظ الفليكشن بتاعه L2 L3 بس. لو انا حفظت الكلمة دي انزل بقى كل جوينت انزله اخد اخر رقم واروح مزود واحد، يعني الفليكشن بتاعت الهيب L2 L3، اجي للني اخد اخر رقم يعني يبقى L3 وازود يبقى L3 L4، انزل لغايه اللي هو الانكل اخد اخر رقم يبقى L4 و L5، اخد البيك تو اخد L5 S1، يعني انا بنزل اروح مزود سيجمنت. هو دايما كل جوين بيبقى فيه تو سيجمنتس، يبقى انا عندي هنا يبقى امسك بس واحد احفظه الهيب الفليكشن L2 L3، يبقى الني الاكستنشن بتاعت الني اللي هي موجوده لقدام يبقى L3 L4، انزل الانكل الدورس فليكشن يعني ارفع رجل لفوق يبقى L4 L5، اعمل اكستنشن للبيك تو يعني ارفع صباعي لفوق يبقى L5 S1، يبقى انا ابتديت L2 L3، الني خدت ثلاثه اهي يبقى 3 و4، الانكل خدت اربعه اهي 4 و5، البيك تو خدت 5 S1، يبقى نمرة واحد فليكشن للهيب L2 L3، اكستنشن للني يبقى اخد اخر رقم L3 L4، دورسي فليكشن للانكل L4 L5، اكستنشن للبيك تو L5 S1. لو انا حفظت الكلمة دي هعرف اعكس بقى الجوينتس، دايما الفليكشن برقمين الاكستنشن برقمين اللي وراه، يعني الفليكشن بتاع الهيب جوينت L2 L3، الاكستنشن بتاع الهيب جوينت L4 L5، الفليكشن بتاع الني جوينت L3 L4، يبقى الفليكشن بتاعه L5 S1 وهكذا. يبقى عندنا هنا يبقى اشوف الفليكشن L2 L3، يبقى الاكستنشن عكسه L4 L5. يبقى الكلمه لو انا حفظت اول كلمه هعرف، لان بقيه الحاجات دي دايما اخد اخر رقم واروح مزود. لو انا حافظ اول كلمه كله هيتزود ورا بعضيه،
يبقى كانت الفليكشن L2 L3 يبقى الاكستنشن L4 L5. الفليكشن الاكستنشن بتاعت الني ارجع له كده كان L3 L4 يبقى الاكستنشن L5 S1. البلانتر فليكشن اهو الدورسي فليكشن L4 L5 يبقى الاكستنشن ايه بلانتر فليكشن يبقى S1 S2. البيك 2 برضه الفليكشن بتاعه S1 S2. يبقى القاعده بتاعتي الجوينت قطعتين الحركه العكسيه قطعتين اللي وراها. يبقى لو الفليكشن بتاعت الهيب L2 L3 يبقى الاكستنشن L4 L5. فين الكلام يعني هيبقى اهو ادينا حطيناه اهو مع بعض ياها يشاهد عشان تبقى ملاحظه وحاطط الفليكشن والاكستنشن الفليكشن L2 L3 يبقى الاكستنشن L4 L5 ده في الهيب جوينت الني الاكستنشن الحركه الاماميه L3 L4 يبقى الفليكشن L5 S1 الانكل الدورسي فليكشن L4 L5 يبقى البلانتر فليكشن S1 S2 البيك تو الاكستنشن بتاعه L5 S1 الفليكشن S1 S2 بيفضل عندي حته حركه الانفيرشن والايفيرشن الانفيرشن اربيج لفوق L4 الايفيرشن L5 S1 ممكن نلخصها بطريقه اسرع شويه عشان كل الكلام ده هيبقى صعب. يبقى الهيب فليكشن L2 الني اكستنشن L3 الانكل دورس فليكشن L4 الاكستنشن اوف بيك 2 L5 الانكل بلانتر فليكشن S1. يبقى عندنا هنا الحته بتاعت المايتوم هنا بقت مختصره اكتر واكتر. يبقى الهيب فليكشن L2 الني اكستنشن L3 الانكل دورس فليكشن L4 الاكستنشن بتاعت البيك 2 L5 انكل بلانتر فليكشن هننزل تحت S1. ثالث حاجه الريفلكسز وده هنتعلم تو ريفلكسز جاست اون الباتيلا ريفلكس ان انا اخبط بحمر ده بعمل اكزامينشن ل L4 التندو اكيلس ان انا اخبط على التندو اكيلس اللي موجود تحت S1. طبعا انا عارف ان انت هتقولي لي الكلام صعب جدا لا انا هنحفظه طبعا الكلام ده ما ينفعش بالنسبه لي. انا دلوقتي اللي هيجي لي في الامتحان ثلاث حاجات. ازاي تعمل اكزامينشن L4 L5 S1 لان الديسك برولابس بيحصل في الحته دي. L4 L5 L5 S1. نعمل ازاي اكزامينشن ل L4؟ كحركه انفيرشن كرفلكس باتيلر ريفلكس كديرماتوم يعني سنسيشن السكين اوفر الميديال مانيولاس والميديال اسبكت بتاعت الفور. يبقى تاني هو ده بقى اللي احنا عايزين نحفظه بقى الشات هو ده بقى اللقطه النهائيه الحلوه بقى. يبقى ازاي بنعمل اكزامينشن L4 كمايوتوم انفيرشن اهو L4 كمايوتوم اقول للعين اعمل انفيرشن اقلب لقدام كرفلكس باتيلا ريفلكس كسنسيشن السنسيشن الموجود على الدورسوم اوف ذا فوت الميديال اسبكت اوف ذا فوت والميديال مانيو. طب L5 كمايوتوم اقول له اعمل اكستنشن للبيكتوم كرفلكس ما عنديش ريفلكس كسنسيشن اخد الدورسم اوف ذا فوت اللي هو من السكند والثيرد توز. يبقى انا عندي هنا كمايوتوم بيكتوم اكستنشن للبيكتوم كرفلكس ما فيش كسنسيشن اخد الدورسم اوف ذا فوت. طيب عايز اعمل اكزامينشن S1 ك مايوتوم اعمل اي فيرشن كرفلكس اخبط على التندو اخيلس كسنسيشن اخد اللاترال اسبكت بتاعت الفوت اللي هو وليتل تو. دي بقت احسن قوي. طب نحاول بقى نحفظها احسن واحسن اشاده ان شاء الله. بصوا السنسيشن اشاده عامله ازاي اخد كلها على الدورسوم اوف ذا فوت. لو خدت الميديال اسبكت اللي هو انكلودنج الميديال مانيولس يبقى L4 لو خدت الدورسم بتاعت الفوت يبقى L5 لو خدت اللاترال اسبكت انكلودنج اللاترال مانيولس والليتل 2 يبقى S1 يبقى L5 S1 كلها على الدورسم اوف ذا فوت. خدت الميديال اسبكت انكلودنج الميديال مانيولس L4
خدت الدور سم بشكشك العيان يبقى الا 5 انكلودنج السكند والثيرد تولز. البيك تو داي هتبقى كتب مختلفه فيه، فالاحسن واحد ما يجوش. اس 1 اللاترال اسبكت انكلودنج اللاترال ماليولاس والليتل تون، يبقى لو الميديال ماليولاس ال 4 الدور سم ال 5 اللاترال ماليولاس اس 1. طب ريفلكس اهبط على الباتيلا ريفلكس يبقى عندي ال 4 ال 5 ما لهاش ريفلكس، اخبط على التندو اخيلس يبقى اس 1، يبقى اخبط على اللي هو التندون تندون الباتيلا تندون ال 4 مفيش ريفلكس ال 5 اس 1 بخبط على التندو اخيلس. طب المايوتوم انفيرشن على البريك اللي جوه ال 4 اكستنشن للبيك 2 ال 5 اي فيرجن اس 1 بقت سهله بقى انفيرشن ال 4 يبقى اكستنشن للبيك 2 ال 5 اي فيرجن يبقى اس 1 يبقى سهله جدا. السنسيشن على الميديال مانيولس الاربعه على بقيه والدورسم اوف ذا فوت ال 5 على اللاترال مانيولس والليتل 2 اس 1 يبقى ال 4 ال 5 اس 1. لو عملت انفيرشن يبقى ال 4 اكستنشن للبيك 2 ال 5 اي فيرجن اس 1 يبقى انفيرشن ال 4 اكستنشن للبيك 2 ال 5 اي فيرجن اس 1. الريفلكسز ما عنديش غير باتيلا ريفلكس ال 4 ال 5 ما لهاش والتندو اخيلس اس 1. طبعا في طبعا حاجات ثانيه انا ممكن اعملها، هي نفس الشيء اهو ان جايبين السنسيشن اهو ادي الميديال اسبكت ال 4 الدورسم ال 5 اللاترال اسبكت والليتل 2 اس 1 الريفلكس الباتيلار ال 4 مفيش حاجه في ال 5 تندو اخير اس 1 هنا انفيرشن يبقى تبيال سانتير اكستنشن للبيك 2 ال 5 هنا ما خدش اي فيرشن خد اللي هو بلانتر فليكشن جسر بريمير سوليس اس 1 بره تنفع بالنسبه لي. يبقى دي حته الدرماتوم والمايتوم بتاع اللغه. اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله.